صار وقت لحتى نبدا معكم باولى فقراتنا. تامين جميع متطلبات واحتياج طفلنا اكيد هو الاهتمام بتعليمه، ما في شك انه هذا موضوع ضروري كثير، الا انه التربيه الصحيحه ما بتقتصر على الاهتمام بهي الجوانب، وانه نحن نهمل صح. الجوانب الاخرى اللي بتكون اساسا هي على نفس المستوى من الاهميه، مثل الاهتمام العاطفي بالطفل. يعني لما الاهل مثلا آية ما يفكروا بمشاعر الطفل او بيعتقدوا انه هدول الاطفال هن مجردين من الاحاسيس، بتظهر عند الطفل علامات الاهمال العاطفي واللي ممكن تبقى معه لمراحل عمريه كثير متقدمه. بفقرتنا لليوم رح نعرف اكثر عن تاثيرات الاهمال العاطفي للطفل، وصارت معنا ضيفتنا الاختصاصيه التربويه بيان العيد. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي معنا. لما بنشوف قصص او شيء لاشخاص مثلا في صاير معهم حدث بحياتهم، بيرجعوا ممكن يروحوا يقولوا لك نحن رحنا عن طبيب نفسي، اول تشخيص كان نرجع فيه للطفوله، مشاكل بالطفوله اثرت انه هذا الشخص يصير عنده عقده معينه، مرض نفسي معين بعد عمر طويل. يمكن ما كان هذا الحكي معه من البدايات. بدايه نحن شو بنقصد بالاهمال العاطفي؟ هو شيء خطير هالقد فعلا؟ كثير شيء خطير وكثير شيء منتشر عنا ومع الاسف غافلين عنه، ما بننتبه عليه، اللي هو عدم تلبيه الاحتياجات العاطفيه للاطفال. يعني كثير منا اليوم بسبب الظروف الصعبه اللي عم نعيشها بفكروا انه انا يلا امنت للاولاد اكلوا شربوا بيت، ويعني اجتمعنا اكلنا مع بعض لعبنا شوي مع بعض، بس بيهملوا عن موضوع الاحتياجات العاطفيه للطفل. يعني عندنا كثير اطفال، خلينا نقول هن اطفال حساسين وطاقتهم للحساسيه عاليه جدا، يعني هن بحاجه دائما يقربوا منك، يحتضنوكي، ياخذوا هذا التلامس الجسدي والتلامس العاطفي والطاقه خلينا نقول العاليه من مين؟ يعني المصدر الاساسي اذا ما اخذوها من الاهل، يعني تمام، اللي هو الام والاب. هلا نحن بسبب ضغوط الحياه، فشو بصير فينا انه بعيد او انه برجع لك ماما بعد شوي، برجع لك بعد شوي، هلا مشغوله، هلا مالي مركزه، هلا كذا. هذا الطفل يعني نحن بنلاقي انه شو عملت لك؟ انا ما عملت شيء، انا مشغوله. نحن بالنسبه لنا هو شيء امر طبيعي وعادي جدا، بس بالنسبه للطفل هو موضوع كثير عظيم وكثير مهم. شو فكر الطفل انه ماما ما عادت تحبني؟ هو هيك بصير بيحكي مع حاله، ما بيقدر يقول لك هذا الشيء بصوت عالي، بس بلش يحكي بينه وبين خاصة حاله، خاصه لما يكون عنده حدث بالحياه، يعني عنده مسرحيه، عنده شيء، عنده شيء بده هذا الاهتمام. تمام، بيجي الطفل عم بيعيش موقف مهم بحياته، بيجي مثلا انت ما شاركتي بهذا الموقف بسبب ضغط او بسبب ظرف، هو بالنسبة له انه يا ماما عن جد بصير بحكي حاله انه ماما مقصرة بحقي، او ماما ما عادت تحبني مثل الاول، او ماما مبدية مثلا شغلها او التزاماتها، وهو على خص الماما مع الاسف. يعني نحن كعائلة فيفترض يكون الام والاب، بس الطفل بيلقي اللوم اولا على الام لانه هي خلينا نقول المسؤولة المباشرة واللي بتقضي معه اغلب الاوقات. تمام. هذا كلياته بينشأ عن خلينا نقول عدم تلبية الاحتياجات العاطفية للطفل. طيب ممكن نحن نقول انه الاهمال العاطفي ممكن يكون في له انواع او اكثر من شكل، يعني احنا حكينا على امثلة انه الطفل اليوم طلب شيء من امه، جرب يتقرب من امه او من ابوه ولقى صد، يمكن هو اكيد عن غير قصد، ولكن طبعًا ممكن يصير هذا الشيء له اثر نفسي على الطفل. هل يوجد عده انواع او اشكال الاهمال العاطفي؟ اكيد. هلا هو بيختلف حسب المراحل العمريه، يعني نحن عندنا لما بيكون الطفل مرحله الزيرو خلينا نقول للثلاث سنوات، فالاهمال العاطفي بيكون لما نحن بنسلم الطفل للالكترونيات وبنترك الطفل خلص غارق بهذا البحر، بالتالي هو ما عاد عنده قدره على انه هو يتفاعل عاطفيا مع الاخرين ويصير عنده تواصل. نحن بالتالي كثير بنسمع هلا خلينا نقول بفقر التواصل عند الاطفال بالذات بهي المرحله العمريه الصغيره. هذا الشيء ما كنا نسمع كثير فيه سابقا، اول شيء لانه تشخيصه كان خلينا نقول ما كان بهالقوه عندنا، وبالتالي كمان ما كان فيها الاندماج الالكتروني كثير للطفل من عمر صغير. ننتقل بقى للمرحله العمريه الاكبر اللي هو الاهل بيصيروا بفكروا انه الطفل استقل، يعني الطفل صار كبير بيقدر يفوت على الحمام لحاله، بيقدر ياكل لحاله وكذا، بالتالي الاهل خلص بيعرفوا انه الطفل استقل، بينشغلوا بيتركوه خلينا نقول يعارك بالحياه لحاله مع العابه مع اغراضه مع خلينا نقول مدرسته ورفقاته كذا. كمان هون قله الاهتمام العاطفي كمان بتصير بهي المرحله. على الاخص خلينا نقول كمان بعض الاهالي ببلشوا بيقولوا انه
مو الاهالي المقربين، خلينا نقول الشريحه الابعد، انه الطفل فات مرحله عمر الغلاظه بسموه، انه صف فات صف الاول صف الثاني، ليش عم حاجه تدلع حالك مثل الولد الصغير انت صرت كبير كذا؟ لا هذا الموضوع صغير. تمام، هو بعده طفل وهو بعده بحاجه لسه الضم والعناق والتقبيل انه تخصصي له وقت، انه تعدي معه تحكي معه تفهمي مشاكله. بالعكس هو صار بحاجه اكبر، بحاجه تسمعيه اكثر. تمام، لانه هو بلش عم يفوت مع شريحه عمريه خلينا نقول اكثر، يعني لما كان مرحله الروضه كانت الاعداد اقل، هو انتقل لمرحله مدرسه ابتدائيه صارت الاعداد اكبر، انتقل لمدرسه اعداديه صار عم يتعرف على شريحه اكبر، يعني كل مرحله عمريه لها احتياج عاطفي يختلف عن المرحله العمريه الاخرى. اوكي طيب، من اي عمر بتبلش تظهر اساسا عندنا هي الاعراض يلي بتدل على انه طفلي عنده نقص اهتمام عاطفي، ما في ما عنده هذا، ما قدرت اقدم له هذا الاهتمام المطلوب؟ بنسمع بس شغله بيقولوا انه مثلا في صبايا بتلاقيهم صاروا بعمر المراهقه، فبتلاقي اول حدا ممكن يجي الا بحبك او تلاقي منه اهتمام، يعني بتتعلق فيه بشكل، هذا سببه هو نقص الاهتمام العاطفي؟ اكيد هن بيصيروا بيلجأوا للحضن الخارجي، هيك بنقول، ما عاد في، لانه ما في حضن داخلي عم يستوعبهم. هلا بالبدايه هو على المراحل العمريه بيرجع حسب الانواع، يعني مثلا في كثير تجارب اجريت على الاطفال يعني هن بعمر خلينا نقول ما فوق السنه، بتلاقي انه هذا الطفل انت بتسلميه العاب، الطفل يلي عنده اهمال عاطفي هو ما له قدران يتفاعل مع هاي الالعاب، يعني حتى ما له قدران تسلميه مثلا قطعه مكعبات، هو ما له قدران يركب هاي المكعبات، فهو بتلاقيه انه عنده فوضى باللعب تبعه. تمام. اما الاطفال اللي هن مشبعين عاطفيا، فاول ما بتسميهم هدول الالعاب هن بيهتموا فيها، بس شو بيصير؟ بصرهم على الام، لانه هن متعلقين بامهم، بس خلينا نقول بالتعلق الطبيعي، ما له كمان تعلق المبالغ فيه، فهن خلص انه طالما ماما موجوده فانا عم مبسوط وعم بستكشف هي اللعبه وعم بلعب فيها. تمام. اما الطفل المهمل عاطفيا فهو ما له قدران يتفاعل مع هيك العاب. نجي للشريحة العمرية الأكبر خلينا نقول، بيصير أعراضها مثل عندك مثلا، هو بعض منهم بيصيروا عدوانيين، البعض منهم بيصيروا خلينا نقول غير مكترثين ومباليين لكل الأحداث اللي عم بتصير قدامهم، بعض منهم بيصير عنده شعور بالتدني بالذات وبالتدني بمشاعره، يعني هو بيجي يقول لك إنه مو مهم إنه أنا اليوم مكتئبة أو مو مهم إنه أنا اليوم زعلانة. نجي بقى للشريحة العمرية الأعلى، بيهتم بمشاعره معناتها أبدا. تمام، هو بيصير بحد ذاته هو مشاعره بالنسبة له إنه ما له مهمة، ما له مهمة، ما له قيمة. تمام. تمام، حتى البعض منهم بيسقطوا هذا الشيء على ذاتهم وعلى على على جسدهم، يعني إنه أنا مالي حلو كتير، ما بس تمام، إنه أنا مثلا شعري أسود، بشوف حدا مثلا أشقراني بإنه أنا مالي مثله، أو بالعكس مثلا الأشقر بيصير بيلتفت للشيء الثاني، يعني بتلاقي بصير ابسط الامور بصير هن بينتقدوا ذاتهم فيها. تمام. طيب هون في سؤال، في كثير اطفال بنشوفهم بالمدارس بيكونوا عدوانيين، ممكن يعنفوا بعض الاطفال، يعني عن قصد او عن غير قصد بيكون في تصرفات دائما المدرسه او الروضه او اي شيء بصيروا بدقوا للاهل انه ابنكم عمل هيك، بنتكم ساويت هيك، هل ممكن تكون ايضا العدوانيه العصبيه الضرب ببعض الحالات؟ ذكرتي الضرب انه ممكن يضربوا، بس ممكن يضربوا اطفال ثانيين بهي الحالات؟ طبعا طبعا. هلا مثل ما بينشا عندنا مثل هيك حالات، اما بيكون السبب البيئه اللي هن موجودين فيها بتمارس هيك سلوكيات وهن تمام اكتسبوها، او هن بيئه فقيره عاطفيا جدا، وبالتالي هذا الفقر العاطفي كيف بده يتفرغ؟ بده يتفرغ عن طريق ممارسه العدوان وطريق ممارسه العنف وضعف الذات وضعف خلينا نقول الاحساس حتى بالذات وبالاخرين. هذا كله بينشا نتيجه الاهمال العاطفي. برجع بقى للشريحه العمريه الاكبر واللي هي الاخطر بقى، يعني هو هذا الشيء بيكون متراكم على مدار سنين، انت بلش بيظهر مرحله المراهقه. أوكي. يعني سواء كان عند الذكر هو بصير بيلجأ لانه هو بيقول لك بدي ادور انا على حدا يسمعني، بدي ادور على حدا يستوعبني، وعند الانثى بصير اخطر لانه هي كمان بدها تصير تلجأ لحضن يستوعبها يعطيها هي العاطفه. تمام، تفرغ بقى هي خلينا نقول المشاعر السلبيه اللي كلياتها موجوده عنده، تفرغها عند هذا الشخص الاخر، هو هذا بقى اللي كثير بدنا نكون حذرين كثير منه، ومع الاسف يعني عم بيفوتوا كثير فيه والاهل ما بيكونوا عارفين. يعني لنفرض انه فعلا عرفوا اهل انه مثلا ابنهم او بنتهم هن بهي المرحله عاشوا هيك شيء معين، فمع الاسف
ما بنصلح هذا الموقف، نحن بنصلحه بخطأ أكبر غلط. تمام، بس ما بنحاول نحن نقعد بيننا وبين ذاتنا أو نحاسب أنفسنا إنه ليش مع ليش ابننا أو بنتنا لجأوا لشخص آخر خارجي، شو السبب؟ السبب الأساسي إنه هي العائلة ما كانت موجودة بمراحل معينة عم يعيشها الطفل، والطفل كان بحاجة العائلة. تمام. طيب يمكن الحالة الشائعة أكثر شيء بمجتمعنا واللي بنشوفها بكثير عائلات، الأم والأب عم يشتغلوا، بيقول لك إذا يعني إذا مرتي ما بدها تشتغل وبس تقعد مع الأولاد ما بنعيش، ما نحن عم نشتغل كرمال هالولاد بنصرف عليهم ونربيهم أحسن ترباية كما يقال. لكن هذا الولد بهي الثمان تسع ساعات ممكن توصل ناس دوام 10 ساعات هو يا قاعد عند الست والجد يا اما محطوط بروضه تبع الاولاد او الجردوري يعني اللي هي بتكون للاطفال البيبيات او الصغار يعني شوي، والولد يعني ما عندنا حل ثاني. نيجي بعدين طيب تلاقي انه ممكن انا اكون عم اثر عليه انه انا ما عم بعطيه هذا الاهتمام الكافي. طب هدول الاهالي اللي عم بيعانوا من هي القصه انا كيف فيني اعوض له ما احسسه اني انا بعيده عنه اعطيه تمام. يعني اشبع له حاجته العاطفيه لابني تمام. او بنتي. شوفي الجواب بسيط جدا جدا على فكره ولا اللي بيعرفوه لا اللي بيشتغلوا فيه، انه الطفل ما له بحاجه تكوني معه 24 ساعه على 24 ساعه حضن وتقبيل وبوسات ودلال وعبوطات. لا، الطفل بحاجه خلينا نقول ساعه من وقتك بهذا النهار انت مركزه معه كليا. شو يعني كليا؟ كلك موجوده معه. تمام، يعني مو انا موبايلي بايدي وانه ايه ماما انا معك احكي شو بدك او كذا، او انه الصغير مثلا واقف عم بده يشاركك بلعبه وانت مالك مركزه معه، بس انا ليكني شو بتقلك انه انا ليكني قاعده معهم بالبيت. يعني قعدت معهم ساعه مثلا على الكنبه عم بشرب قهوه وكذا، بس هي الساعه ما لها معهم كليا. كيف بقى بصير هذا الموضوع؟ لما انا عن جد محدده هي الساعه بدي احكي لهم قصه فيها، بدي العبهم فيها، مثلا بسالهم شو صار مثلا معكم اليوم. اذا كان طفل وصلنا لمرحله 4 سنين فما فوق فهو قدران يعبر لي عن كل شيء صار معه باليوم. هو حكى لي، انا حكيت له بايام العطل مثلا تفرجنا على شيء مع بعض، لعبنا لعبه مشتركه مع بعض. اذا بدي اخذه مثلا مشوار فانا محترمه رايه، سالته انه رايحه مشوار بناء على رغبته مو بناء على التزامات انا عندي اياها. لما انت عم تعطي الطفل كل هي خلينا نقول انه انت حاسه فيه كليا، فساعتها هو رح يبادرك بانه هو محترم شغلك، عطيتيه وقت قيم مو وقت فاضي. يعني عليكي هي صدقا هذا الوقت القيم خلينا نقول نصف ساعه باليوم احيانا لساعه باليوم بيكفي كافيه، ولما بيكون مشترك ما بين الام والاب فبيكون خلينا نقول حقق الذروه عند هذول الاطفال. لسه احلى بكثير. طيب كيف نتعامل مع الطفل المهمل عاطفيا؟ يعني احنا اليوم اذا حسينا بمرحله معينه بلشت تطلع اعراض عند الولد بدل انه هو فعلا حاسس بنقص عاطفه، امتى تمام. ممكن نلحق الولد يعني باي تمام. مرحله عمريه؟ تمام. هلا هون خلينا نقول بلشنا بمرحله الوعي نحن كثير حلو، يعني شو بيقولوا انه نصف العلاج انه انت تكوني بقى بلشتي تعرفي شو هي المشكله. من اي مرحله عمريه انت بتوصلي بتكتشفي هذا الشيء، المهم انه انت تباشري تمام. ما المهم انه باي مرحله انا بلشت، المهم انه انا متى ما حسيت انه انا فت بهيك خطر باشرت بالعلاج. اول شيء كثير حلو انه انا مثلا كأم او كأب انه انا اتوعى واقرا واتثقف عن هذا الموضوع. ثاني شيء اذا كان الامر متفاقم وطالع عن ايدي فكثير صح انا الجا لاشخاص هن يساعدوني، كاشخاص بيعملوا مثلا علاج خلينا نقول سلوكي معرفي، كاشخاص كطبيب نفسي اذا كان الموضوع مبالغ فيه. إذا كان الموضوع قادر إني أنا أرجع سيطر عليه فصح إني أنا رد أرجع أحتضن هذا الطفل ورد أرجع أستوعبه وخصص له جزء من وقتي بأي مرحلة عمرية كانت. بعض الأطفال خلينا نقول ما بيساعدوكي، بتقلك إنه أنا قعدت وحكيت وكذا وما أعطاني. كتير صح انه انا ابحث عن اساليب ثانيه غير الحكي. يعني شو الاسباب اللي زعجه هذا الطفل؟ انه مثلا طب فيك تكتب لي اياها او فيك ترسم لي رسمه معبره عن الشعور اللي انت هلا حاسس فيه. لانه كتير اطفال انا بقابلهم بيكون مثلا 8 سنين 9 سنين يعني هو قدران يحكي بس هو مجرد ما قدران يعبر، يعني عليكي مشكلتهم بالتعبير. هلا كثير صح انه نحن كمان اذا ما قدرنا ناخذ منهم هذا الشيء اما يرسموا او اما انا بلش اعلمهم يعبروا عن هذا الشيء. يعني انا بقعد معهم جلسات صفة بسميها انه طفل قاعد مع بيلي وايدي بايدي يعني عامله هذا التلامس الجسدي ومخليه التواصل البصري عالي جدا لحتى يقدر الطفل نوعا ما يبلش يرتاح لهذا الشخص اللي موجود قدامه ويبلش يعطيه الافكار والكلام اللي هو عم يحس فيه. يعني فعلا الحديث كثير مهم والموضوع كثير مهم. يا رب يكونوا الاهالي اللي عم يتابعونا ركزوا بكل كلمه عن جد خبرتينا اياها استاذه بيان. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك، حلوه يا